هاي، السلام عليكم. معاكم لوجيستيك. ايش بغيت اقول يا ربي؟ اوكي، اللعبة اللي الحين بلعبها تقريبا قبل اسبوعين صورت ساعة منها، صورت تقريبا ساعة، بس بعد ما صورت الساعة هذه كاملة اكتشفت انه ما سجل لي صوت اللعبة، سجل بس صوت المايك. يعني تقريبا هو بعد ما جلست تمر مشاكل 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 ما توقف، في النهاية يعني اضطريت اني قلت خلاص لازم يبي لي جهاز جديد كويس يعني يتحمل وزي كذا، لانه اول مشاكل كانت تجيني مشاكل في الكاميرا، كانت تجيني مشاكل في التصوير، كانت تجيني مشاكل في الالعاب، كانت تجيني مشاكل في المايك، في المقطع، وقت التعديل، كان يجيني مشاكل في كل شيء. فقلت احس يا لطيف الكاميرا مرة تهتز. اوكي خلينا نعدل الجلسة. فكان دايما يجيني مشاكل، فانا قلت احتاج جهاز جديد. رحت على العموم زي كذا، يعني اصلا بعد ما خلصت هذاك المقطع شليت اللاب وانا فاصل، شليته خلاص كذا تكسر، بس قلت خلي. رحت بعته، جاب لي يعني قيمة صراحة، والحين ندمت اني بعته. ف مثل ما قلت لكم صورت تقريبا ساعة منها، وصلت لحد بعدين طالعت كذا قلت لا خلاص بوقف هنا. اوكي يلا نخش في اللعبة. اسمها ايش اسمها؟ والله ما ادري لاني لسه ما شغلت الجهاز، لسه ما شغلت السوني. اوكي مثل ما قلت كنت لعبت منه عشان كذا طالع لي كونتينيو نورمال، اكيد ما احب العب هارد او ايزي. اوكي انا مسبقا عارف شو يعني ايش اللي بيصير، وعارف كل الجمب سكيرز زي كذا. ما راح امثل، بامكاني والله امثل صراحه، يعني بامكاني كذا اخش ابدا المقطع اقول ايه، فهمت؟ امثل يعني عند الجمب سكيرز. ايوه صح نسيت البرايتنس. ايه اللعبة هذه كلمني عنها صاحبي، قال انه لعب الجزء الثاني بس الاول ما لعبه، وكمان برضو يعني سمعت انا نفس طريقة امنيجا، يعني ما يمديك تدافع عن نفسك بس انت لازم تجلس تهرب. اوكي الكاميرا مزبوطة، في حاجة في البطاريات، اعوذ بالله، البطاريات في اللعبة الماضية خلصت علي، وكنت في مكان في المجاري، اتوقع المجاري، واعوذ بالله، بس أعوذ بالله جالس كذا حرفين اروح يمين ويسار في الظلام ما ادري وين رايح. اوكي طيب objectives. اوكي كل هذا فاهم، اصبر في هنا شيء ما اتذكر. اوكي خلاص to open the door quickly press مربع to open the door slowly to raise your camcorder press R1. اهو الاتموسفير حق اللعبة مرة فخم صراحة، يعني crouch or uncrouch. اوكي With camcorder active, you can zoom in. طيب. وتطيح. أحس الكنترولز حق اللعبة كذا flexible، يعني تاخذ ريحيتك شوية. إكس. To activate the night vision in your camcorder press.
باتري لايف مانجر. واو ايه جس كذا جس زي كذا في اخر مره. شغله طفي شغله طفي. مربع اوكي. يعني الشيطان هذا مو تمثيل. اوه اتوقع نسيت شيء هنا ممكن. لان في بطاريات بطاريات. اها بطارية. Batteries are used for the you can reload by pressing مثلث. اوكي مربع to close. في الملف هذا اتوقع قريته. ماركوف سايكا يب قريته. هذا التحليل النفسي حق واحد من المرضى. توقعنا في اللي صار في هذا. اوه المرة الماضية في باب هنا. اصبر اتوقع هو هذا الباب. يب تفتحه ويجي كذا زي صراخ او يلعن. يوه يوه المرة الماضية غيرت بطارية ما احتاج. اوكي نتلاقي هنا واحد يتكلم. نتلاقي هذا يتكلم. The variants هذول هم اللي بيطردونك في اللعبة. بلاد from security control. موت. ايوه ما ادري من هذا صراحه. اتوقع ايش ذا كنيبل. ليتل بيج ليتل بيج ليت مي ان. حنجة القسيس. Guard your life, son. You have a calling. مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم مثل ما قلت لكم. أنا عارف كل هذا. أنا بس أبي أوصل للجزء اللي وقفت عنده لأنه خلاص صار قريب. مقطع الماضي أصلا كان عبارة عن ساعة كاملة بس جالس ألفلف. Escape the asylum. هذا هذا هذا. أتوقع يب بإمكاني أصوره. هذول اللي ما أدري ليش يعني الموسيقى تشتغل عندهم بالذات. أوكي برضو لفلفت عشان ألاقي هذه. تلاقي هنا الكي كارد اتوقع. الكي كارد يب to pick up key card for security control. كري note that she could look behind. اها حركة فخمة. اوكي to hide. هذا ملف؟ لا. اوكي. Unlock main doors.
كان بامكان اللعبه تخلص هنا، كان بامكانها تخلص هنا وخلاص يفتح البيبان ويخرج. بس هذا الكريه هذا طفى كل شيء. نعم شكت ريستور ذا جنريتور، ضغط مربع بسبب ان هذا جاي. Don't try to fight. هذا اللي قبل شوي رمانو. Little pig. اتوقع انه هذا يعني على اساس يبي يقتل كل اللي في المصحة. اتوقع انه هنا تبدأ اللعبة الفعلية. بيرجع؟ خلاص راح؟ اوكي. ليل بيج ليل بيج. اوه استعملت بطارية مرة ثانية. ياب تقريبا وصلت انا المرة الاخيرة و خلاص شبه وقفت بسبب ان في حاجة هنا ما قدرت احلها. استعملت بطارية مرة ثالثة. الله يلعن. خلصت البطاريات ما بقي عندي الا واحدة. دقيقة بإمكاني options difficulty tutorial controller configuration. اوكي مثلث reload batteries. طيب type A مثلث hues show documents. اتمنى لو يمديني اخلي خلصت البطاريات. خلصت خلاص ما عاد فيه. بقي عندي واحدة وقدام احتاج بطاريات. اوكي ايش يقول؟ Turn on the gas, the two gas pumps and the main breaker to restart the generator. اوكي قبل ما اشغل اي شيء بس ابي اعرف فين هذا البريكر. اتوقع ان البريكر جوا. شو الصوت ذا؟ مربع picked up battery start pump. الحين لما start pump يجي واحد. هذا الدائرة تخبى هنا. الباب اللي قبل شوي كان مقفل يدخل منه. عشان اوريكم اياه. ذا هو. Up to heaven went away. يقصدني اطلع شغل ذا. اوكي ذا الدايرة تخبينا. يا لطيف. الحين شي يقول up to heaven went away. اها just another ghost. يعني في خزانات هناك. هذيك يب هذيك المين بريكر روم.
ترى بالنسبة لي أنا إنسان صبور، بإمكاني عادي أجلس 4 ساعات. وينه؟ أها طلع. كان أجلس 4 ساعات وأنا كذا في هذا المكان عادي، لين ما أتأكد إنه خلاص الوضع آمن عشان أروح، بعدين أروح. هولي شيت، اي راح من هناك. heaven went away. اكس ربا to open pick up battery. Picked up a battery. Another battery. طيب اوكي. Switch the breaker. دايره. شوف الكلب يفتحها. There's no pussy tat. Pussy tat. يلا يا رب خلاص بطفي بمشي عني. يا لطيف صوت تنفسه مع الموسيقى مع ال مع صوت المشي. في شيء هنا؟ اصبر. كراوتش. بيجي هنا؟ ما اتوقع انه بيجي هنا. بس ايش هذه الموسيقى؟ تدل على ايش ذي الموسيقى؟ ايش ذي الموسيقى؟ الموسيقى اعوذ بالله. اوكي اوبن. اتوقع مقفل. اصبر. دقيقة. اوف. اها اكس بسرعة اهرب. دايرة اتخبى هنا. كتمت قلعة تقلعك يا الحيوان. اوكي ايه طيب. ايوه تجي هنا تخش هنا. unlock main doors. من ذا؟ I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you, but you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. أها. أعوذ بالله. Can you? Can you? The wall rider tearing his truth into the unbelievers. What is this? What the hell?